السلام عليكم، معك مريم البهلولي صانعة محتوى. جيت المهرجان شفنا داكشي، كان داكشي طوب في المستوى، داكشي واعر واعر بزاف. ومهم فرحانين بزاف لحقاش صورنا ومتيلين بزاف وكلشي. دوزيامون بغيت نهضر على واحد الحاجه، زعما علاش حنايا تنديروا مجهود وبزاف د الحوايج، علاش حنا ما نستاهلوش يكون عندنا مهرجان، يكون عندنا جوائز، يقدرونا، يعرفوا المحتوى اللي كنديروا. كنهضر على الافلام القصيره، زعما حنا نستاهلوا مجهودات وتقديرات وجوائز وتشجيعات، علاش لا؟ كوم سا نزيدوا القدام ان شاء الله. انا شوي كونتر صراحه دوك شوي كونتر دوك الافلام اللي كيكون فيهم شي محتوى خايب، ولا كيكون فيه شي حاجه، فهمتي؟ انا كنمثل الافلام اللي نقدر نتفرج فيها انا وعائلتي، انا كنت الافلام اللي نقدر نتفرج فيها انا وعائلتي، اللي نقدر نبارطاجيها وانا راسي مرفوع كما تيقولوا. وداكشي اللي المهم داكشي اللي خايب وشي حاجه اللي فيها ما تقدرش تدوز زعما في يوتيوب، وداكشي ما كاينلاش. حنا كنمثلوا افلام ديما، فهمتي، تكون افلام زعما سوسيال، شي حاجه تكون فيها العائله، تكون فيها الاسره، تقدر تتفرج فيها قدام لا فامي، تهضر على شي حاجه، توصل ان ميساج، فهمتي؟ زعما ماشي اي حاجه. دوك البنات اللي كيمثلوا شي افلام اللي اباحيات وبلبس خاسر وبداكشي ولا كيديروا شي حاجه، الله يهديكم. وهذه ماشي زعما ماشي طريق الواحد اللي يوصل ان ميساج، يوصلو بشي طريقه زوينه، ماشي زعما ماشي يدير يوصل شي حاجه اللي خايبه. راه بزاف الدراري الصغار، الاباء، الامهات، كلشي كيتفرج، دونك يمكن شي حاجه تكون خايبه زعما. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.